السلام عليكم الناس ديال قودها سيتي، مرحبا بكم. اليوم اخترت واحد الموضوع نهضروا عليه اللي هو لو موديل. شنو هو الموديل؟ الموديل كمثال، لاحظوا بعض المرات كتدخل موقع الكتروني وكتافيش لك واحد لاباج بحال هكا، كتجيك سبونتاني وكتعطيك تعمر لي زانفورماسيون او لا تختار شي حاجه باغ اكزومبل، والموقع كيكون اون بوز، يعني حتى تسالي هاد لانفورماسيون هادي ولا تعمل هاد لاكسيون هادي عادي يمكن لك تستعمل لي زوتر يعني اوبسيون ديال لو سيت ويب. مثلا فحال هذا موقع ديال بيع وشراء، كيف دخلت له كتافيشي لي هاد الموديل ياك، حتى ندخل الايميل ديالي مثلا او نكليكي في اكس عاد كتنداتر هاد لو موديل هذا. مثلا الا جينا لهنا لموقع بوستراب وكليكيت في هذا لو بوطون كيظهر لي هذا الملاحظ، هاد لاباج كتافيشا والباقي كتبان لي واحد لاغيغ بلون باه حتى شويه، دونك فحال لي على ان هاد الموديل هذا راه ديزاكتيفا لي زوتر اوبسيون، يمكن لك ما تقدرش تكليكي فيها اخرين ولا تستعمل لي زوبسيون اللي كاينين حتى تكمل هاد ديزانفورماسيون اللي كاين في هاد لو موديل هذا. دونك هذا مثال، مثلا حتى هذا موديل، هذا كيتسمى موديل، كاين بزاف الامثله. دونك هذا موديل، هاد بوت ستراب ديجا هذا فريم ورك فرونت اند، ولكن حنا خصنا نعدلو هاد لوبسيون، هاد لو موديل هذا بديكشي اللي قرينا حنا بطريقه ديال الاتش تي ام ال. لذلك اول حاجه غندير هو على انني غنكري واحد الدوسي في الفي اس كود غنسميه دايلوج ياك، وغنكري اون باج اندكس.اتش تي ام ال بحال دائما، وفي هذا الاندكس.اتش تي ام ال انكريي لو كود مينيمال، لو ستركتور مينيمال د لاباج ديالي داكوغ. لو تيتر ولا التايتل ديال لاباج غنسميها دايلوج داكوغ، حيت ليليمون اتش تي ام ال اللي كيمكنني باش نكريي الموديل اللي هو دايلوج داكوغ، هو ليليمون جديد سيمونتيك ديال اتش تي ام ال داكوغ. دونك اول حاجه غنكريي واحد ليليمون موديل، ولكن قبل ما نكري اليمون موديل باش ما ننساش غنكري واحد لاباج، حيت هاد لو موديل هذا باش يخدم خصو يكون فيه الجافا سكريبت، غنستعملوا واحد سكريبت ديال الجافا سكريبت. لذلك اول حاجه غنقوم بها فحال اللي كنكري لاباج سي اس اس ياك، ملي كنكري فيشي سي اس اس كنعمل ستيل بوان سي اس اس، كذلك غنكري واحد الفوي ولا واحد فيشي جافا سكريبت. دونك كنكليكي نكري واحد فيشي جافا سكريبت غنسميها app.js داكوغ. هاد app.js غنكريي فيها واحد الفونكسيون انونيموس، يعني فونكسيون انونيم ما عندهاش اسم. بالنسبه للجافا سكريبت ما نتعمقوش فيها دابا حيت ماجين دروس ان شاء الله وغادي نقراوها، لذلك غير تبعوني فقط بالكرياسيون ديال واحد لا فونكسيون. دونك الفونكسيون انونيموس اول حاجه كنفتح بارونتيز، من بعد كنكتب فانكشن كيف ما كتنطق اون انجلي، كنفتح قوس ونشد قوس، ومن بعد كنخرج من الاقواس، كنخرج من الاقواس وكنعمل هاد لي كيون داكوغ، هادو كيرلي بريسز، ابخي مون كيرلي بريسز عندي دو بارونتيز، ومن بعد كنخرج كنعمل بوان فيركول. دونك هادي هي الفونكسيون انونيموس اللي غنكريي في جافا سكريبت. كيف ما قلت لكم كنفتح بارونتيز وكنشوط بارونتيز وكنكتب فانكشن، ومن بعد كنعطيها البارونتيز. دونك لاحظوا علاش تسمات انونيموس فانكشن، حيت ما عندهاش ان نوم داكوغ. من بعد كنفتح الكيرلي بريسز وكنشد وكنفتح وكنشد البارونتيز. شنو الدور ديال هاد لا فونكسيون؟ اي حاجه في وسط منا كيت اكزيكوتا اون فوا لاباج ديالي اللي هي index.html كتشارجا، يعني اون فوا تشارجا لي لو سيت ويب ديالي هادشي اللي في وسط هاد لا فونكسيون هادي كيت اكزيكوتا، يعني كيطبق داكوغ. دونك شفنا في الدرس بلي انه ملي كنكري في شي style.js سي اس اس، يعني ملي كنكري في سي اس اس كنليها مع لو دوكيمون ديالي اتش تي ام ال بديك لا باليز لينك ياك، لينك غير ستايل شيت ياك. بنفس الطريقه انا ما عنديش سي اس اس، عندي جافا سكريبت، باش نلي واحد الفيشي app.js بالindex.html تو سامبلومون كنستعمل قبل ما نشوف قبل هاد لا باليز بادي، هذه قبل لا باليز دو كلوز كلوز هذه ديال بادي، قبل منا كنستعمل واحد التاغ ولا واحد لا باليز اسمها سكريبت. هاد سكريبت عندها الاوبنين والكلوزين داكوغ، هاد سكريبت عندها الاوبن تاغ والكلوز تاغ. دونك في الاوبن تاغ كنعمل لاتريبي اس ار سي، وفي وسط الاس ار سي كنعطيه الاسم ديال فيشي جافا سكريبت.
دونك هنا نعمل app.js. داكوغ تخي بيان. دونك في وسط بادي شنو غنكتب؟ اول حاجه غنكري واحد ليليمون اللي هو دايلوغ. دونك كنفتح ليليمون ديالي كنسميه دايلوغ وعندو حتى هو لا باليز دو فيرميتور، لا باليز دوفيرتور، اوبن تاغ وكلوز تاغ. في وسط منو غادي نكري واحد الفورمولير. كذلك كيف ما قلت لكم الفورمولير غادي نشوفوه في الدرس في السانت ان شاء الله، غنشوفوا شنو هما لي فورمولير. دونك تو سامبلومون نكري واحد الفورم حتى هو عنده الاوبن وكلوز تاغ. في وسط الاوبن تاغ كاينه واحد لاتريبي اسمو ميثود. في وسط هاد الميثود غنعطيها لا فالور دايلوغ. داكوغ في وسط فورمولير غنكري واحد الانبوت وغنعطيها لو تيب ديالو تكست. داكوغ ومن بعد نكري واحد البوطون. داكوغ وغنعطيه لاتريبي تايب سابميت. سابميت الدور ديالها يعني ملي نكليكي في هاد البوطون لو فورمولير غيت اكزيكوتا ولا فالور ديالو غنسميها اوكي. تري بيان. وفي هاد الدايلوغ هذا في الاوبن تاغ غنكتب واحد لاتريبي اللي هو اوبن. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها اون فوا نفتح الاندكس.html غيتفتح لي هاد الدايلوغ هذا في وسط منه واحد فورمولير. داكوغ اجيو نجربو هادشي هذا. دونك غنمشي هنا لايف سيرفر وغنفتح لاباج ديالي. تو سامبلومون غنجبر واحد دايلوغ. ها هو الدايلوغ. لاحظوا بلي ان هاد الدايلوغ كيف ما قلت لكم اليوزر ايجنت كيعطيه واحد ستيل باغ ديفو، هو عطاه بوردر بكحال. والفورمولير ديالي هو هذا فيه ان زون دو تكست، هو هذا اللي كرييت انبوت تايب تاك تكست. المعنى ديالها كريي ان زون دو تكست. وهاد الباتن تايب سابميت هو هذا، هو اوكي. داكوغ الا بغيت هنا نعمل اونفوايي مثلا، اونفوايي هنا في لو بوطون يولي فيه اونفوايي. داكوغ لاحظوا الا كتبت هنا تيست وعملت اونفوايي كيمشي ل شنو اسمو هاد الدايلوغ كينداتر. علاش كينداتر؟ حيت ملي زدت هاد اوبن هنايا قلت له بلي انه اون فوا نكليكي في اونفوايي راه الفورمولا غايت اكزيكوتا وهاد الدايلوغ هذا غينداتر. باش نعاودو نافيشيوه تو سامبلومون نعاود ناكتواليزي لاباج يتافيشا هاد الدايلوغ. داكوغ لحد الان باقي ما كرييتي لو موديل. علاش؟ حيت هاد الفوق هاد الدايلوغ هذا كيبان عادي، يعني يمكن لي نكليكي في اي موقع في لاباج. داكوغ دونك شنو غندير؟ غنكريي جوج لي بوطون، جوج لي بوطون. البوطون الاولاني ياك غنعطيه لا فالور اوبن دايلوغ ياك، ولو بوطون الثاني نسميه اوبن موديل دايلوغ. داكوغ انا نعطيهم جوج الايدي. الايدي ديال لو بوطون الاول نسميه مثلا اوبن، ياك عارفين شنو معنى هاد ايدي؟ غير ايدونتيفي حتى غنستعملو في الجافا سكريبت. اوبن دايلوغ والثاني نعطيه الايدي ديال اوبن موديل دايلوغ. تري بيان. وهاد الدايلوغ هذا ما بغيتوش يتافيشا، اذا غنزول هاد اوبن. دونك هاد الدايلوغ هذا ما بغيتوش يتافيشا اون فوا نافيشي لاباج، غنزولو. داكوغ لاحظ اون فوا نزولو هاد اوبن غيكونو عندي جوج لي بوطون، بوطون اوبن دايلوغ و اوبن موديل دايلوغ. تري بيان. حتى هاد الدايلوغ هذا نعطيه واحد الايدي، اش غنسميه؟ غنسميه دايلوغ ويندو. دايلوغ ويندو. تري بيان. دونك سالينا من لو كود اتش تي ام ال، سالينا من هاد الاندكس. غنمشيو لاب بوان جي اس. شنو غنكتبو؟ لاحظوا ملي كنا كنقراو في الاتش تي ام ال قلت لكم بلي انهم ملي كتكري اون باج اتش تي ام ال كتكري لك الدوم، يعني دوكيمنت اوبجيكت موديل او لا تري اللي كيكونوا فيها لي زيليمون الانبوت باتن فورم دايلوغ. داكوغ دونك جافا سكريبت شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها على انها تقرا ديك الدوم وتستعمل ديك الدوم. دابا انا بغيت الجافا سكريبت تدخل بالسكريبت وتجيب لي هاد لو بوطون هذا اللي هو دايلوغ اوبن دايلوغ، وتجيب لي هاد لو بوطون اللي هو اوبن موديل دايلوغ. نبداو بالاولاني اللي هو اوبن دايلوغ. دونك غنكري واحد لافال غيابل اسمها اوبن دايلوغ ياك، هادي اسم لا فاريابل. غنجيب باستخدام دوكيمنت بوان دوكيمنت بوان جيت ايليمنت باي اي دي
باي اي دي لاحظوا ان انجلش جيت اليمنت باي اي دي يعني جيب لي ليليمون اللي عنده ليدي شنو ليدي ديالو الايدي الاولاني اللي هو اوبن دايلوغ دونك غنجي لهنا اونتر دو كوت نعمل اوبن الاسم ديال ليدي ديال البوطون الاولاني اوبن دايلوغ بوين فيرغول بنفس الطريقه غنكري فاريابل جديده نسميها اوبن موديل دايلوغ ياك document.getElementById والاي دي ديال الثانيه اللي هو هذا نعملو كوبي وغنجيبو لهنا ونعملو كولي تري بيان بنفس الطريقه غنجيب هاد الدايلوغ ديالنا الايدي ديالو اللي هو هذا داكوغ دونك هنا نكري واحد فاريابل ثالثه كونستانت دايلوغ نسميها دايلوغ ويندو ايغال document.getElementById والاي دي ديالها كنقولي هنايا بوان فيركول تو سامبلومون جافا سكريبت شنو كدير لنا بهذا السكريبت هذا مشات جابت لي لو بوطون الاول وجابت لي لو بوطون الثاني وجابت لي الدايلوغ ديالي اللي هو اوب دايلوغ ويندو داكوغ دابا غنكري واحد الايفنت شنو معنى الايفنت يعني اون فوا نكليكي في هذا لو بوطون الاولاني اولا اون فوا نكليكي في هذا لو بوطون الثاني دونك هنا كنكري واحد ايفنت ليسنر يعني فحال شي واحد كيتصنت فحال واحد الروبو كيتصنت اون فوا تكليكي على هذا غيدير لك واحد لاكسيون دونك باش ناجوتي واحد ليفينمون على هذا لو بوطون الاولاني كنعمل اسم ديال لو بوطون اللي هو اوبن دايلوغ بوان اد event listener لاحظوا اسمها add event listener داكوغ داكوغ هاد الايفنت listener يكون على ايش يكون على الكليك يعني اون فوا لوتيليزاتور ا كليكي لو بوطون دونك شنو غيدير لنا غيكري واحد الفونكسيون انونيموس ومن بعد نفتح الكورلي بريسز بوان فيرغول وفوسط هاد فوسط هاد الفونكسيون هادي غنعمل شنو دونك اون فوا نكليكي في هذا لو بوطون هذا شنو غيوقع ديك الساعات هاد دايلوغ ويندو ياك هذا دايلوغ ويندو غيتافيشا بوان شو شو هي سيت اون فونكسيون لي كتافيشي لي هذاك لو موديل شو دونك شو شو داكوغ تري بيان تري بيان دايلوغ بوان شو لاحظوا دابا ملي غنرجعو لهنا ونكليكي في اوبن دايلوغ ها هو كيتافيشا لي هاد le dialogue donc à m'envoyer là une fois cliqué là le bouton qui affiche très bien هذا c'est un يعني دايلوغ عادي لاحظوا هاد الدايلوغ عادي اون فوا كليك يعني مي تافيشا هنا يمكن لي نكليكي في هاد لو بوطون ولا في هاد لو بوطون لاحظوا واخا كاين واخا تافيشا هاد الدايلوغ كيمكن لي نستعمل لي زوبسيون ديال لو سيت وحنا قلنا بلي ان في الموديل ملي كيتافيشا ما يمكنلكش تستخدم لي زوبسيون ديال لو سيت يعني ما يمكنش تستخدم لي زوتر اوبسيون داكوغ بحال هذا دونك هاد لو موديل هذا اون فوا تافيشا كتولي لاباج ديال كامله اون كري دونك ما تقدرش تستعمل لي بوطون اخرين هاد الخاصيه هادي كتسمى موديل باش نكري هاد الخاصيه غنكوبي هاد لو كود هذا ان اجوتي فحالو ولكن ماشي مع هاد لو بوطون اوبن دايلوغ بهاد لو بوطون الثاني اللي هو اوبن موديل دايلوغ انا من اوبن موديل دايلوغ بوان اد ايفنت ليسنر كليك هنا في عوض نعمل شو غنعمل شو موديل داكوغ ولاحظوا دابا شنو غيوقع ملي غنكليكي في هاد لو بوطون غيتافيشا لو موديل عادي الدايلوغ عادي يمكن لي نستخدم حتى هاد لي بوطون ياك ولكن اون فوا نكليكي في هاد لو بوطون هذا اش غيوقع لاحظوا لاباج كامله ولات كري وما يمكنليش نستعمل هاد لي بوطون لاحظ يمكن ما كنقدرش كي ديزاكتيفو ما نقدرش نستعملو هذا حتى نخرج من هاد لو موديل عاد ديك الساعات يمكن لي نستعمل هاد لي دو بوطون داكوغ اذا شنو الفرق ما بين الدايلوغ هادي هو هذا دايلوغ كيعطيك لوبسيون على انك تكليكي في لي زوتر اوبسيون ياك والموديل كي ديزاكتيفي لك لي زوتر اوبسيون كي تافيشا بهاد الخاصيه هادي داكوغ دونك تري بيان هادي يعني بهاد الطريقه هادي تمكننا باش نكرييو واحد الدايلوغ عادي وواحد لو موديل داكوغ تري بيان وان شاء الله انتظروني في وركشوب اخر ان شاء الله